عملية جسر لندن Operation London Bridge، عملية سرية أعلن عنها في العام 2021. تبدأ تلك العملية باتصال من موظف رسمي لرئيس الوزراء يقول فيها: انهار جسر لندن. تلك هي كلمة السر لبدء العملية التي تعقب وفاة الملكة إليزابيث. تنكس الأعلام في كافة الدوائر الرسمية، يتم إعلام العامة بخبر الوفاة، تتخذ كافة الإجراءات العسكرية لحماية الممتلكات العامة. وفي اليوم التالي للوفاة في الساعة 6 مساء يلقي الملك الجديد خطابا موجها للشعب البريطاني، وبذلك تنتهي أطول فترة حكم لملكة بريطانية دامت لأكثر من 70 عاما، والتي وهبت حياتها لخدمة الشعب البريطاني وخدمة مصالح المملكة العظمى. فهل يستطيع الملك الجديد القديم ملء الفراغ الذي تركته ملكة استولت على قلوب البريطانيين وضبطت حركة السياسيين لسنوات طويلة؟ وهل يستطيع الحفاظ فعلا على تماسك جسر لندن؟ وللحديث بقية.